ريحه البيت. قم بس وطي البيز يا ولدي وعلي لي البيت، سمعني صوت عيال وسقفه وحبه زغريت. انا الكبير هو الكبير هو الكبير، فلوس وسلاح وسطوه وجيش 3000 غفير، اقوى 100 مره من الدب وصوتي صوت زئير، شموخ الصقر في السما ذكرتي على بمكير، اخلط كل ضحك وكتيل يطلع لك الكبير. كوكت الخطير كوكت الخطير، رضعت في طفلتي من الناقه مش بودره وعصير، عشان كده طالع عصب ناشف شرس خطير، لعيب بلاي ستيشن احرف من اي ود صغير. او كان كبير او كان كبير، كفاءة احكم اي شعب مهما كان كتير، مهما كانت صفاته كان غني او كان فقير، مهما كان علامة جاهل او خريج فرير، يطيع الكبير يا تكون محدود في بطن بير. Objection. 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 Loves the cake and I'll be then your own. Please just give yourself a break. You can't even battle me 101, Mr. Fake. My rap is like an ocean while your rap is like a lake. كلمني لو تسمح بالعربي بس يا ولد ابوي، وما تقلدش امينيم 50 سنت وسولجا بوي، تعرف لو كان الراب كيف الكلاب انواع يا اخوي، كلبي يبقى بيتبول كلبك بلدي واسمه روي. اسمع يا كبير اسمع انت واقفل خشمك واخشع، فروسية نكسب في الحديد هرفع الكلمة بترفع، نووي تقدر تكسب تحدي معايا مهما تصنع، حتى في تحدي الراب بعد الكبير ما حدش يسمع. طعم التفاحة بعد الشكليطة ماسخ ما ينفع ما ينفع. جزرة وقطمها جحش يا ولد. صباح الخير يا هدية. صباح الخير جوني. جوني جوني. نعم. ممكن اخد اللابتوب بتاعك ثانية عشان اشوف حاجة على النت؟ لا لا مش ممكن يا جوني، هعملها بسرعة. انا قاعد على النت، انا قاعد على النت. الرخامة دي. جوني جوني بقول لك ايه، والنبي اديني اللابتوب بتاعك بس ثواني عشان اللابتوب بتاعي مهنك، فعايز اشوف حاجة بس. حلف عينك لما شفته في ايدي زي امبارح برضه، شفتني باكل موزة هات غير طعم بوقي. مش هديك حاجة، انا قاعد على النت يعني قاعد على النت. لا خلاص ما خلص خده. يلا كل واحد يطلع على اوضته عشان هنروق. لا انتوا متفقين عليا يا جماعة، انتوا متفقين على هدية. انت مش لسه برواق امبارح؟ هو انت بتسمي الكاسيتين دول رويق؟ لا بسميهم ترويق. اديني بس دقيقة هتشكل ميل البريد الالكتروني بتاعي وبعد كده هطلع فوق. ماشي. اوه ماي جاد نجحت. نجحت في ايه؟ نجحت يا توماس، نجحت يا اشلي. هو النجح في سنة كام ده؟ هو لسه بيتعلم؟ طب جوني قول لنا انت نجحت في ايه عشان نفرح معاك؟ قبل ما نيجي المزاريطة كان في مسابقة في امريكا بيدوروا على حد هيبقى بطل فيلم تايتانيك 2. واو. قدمت صوري وسقطت على الموضوع وجس وقت. لا 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 ما تقولش ان هم اختاروك عشان تبقى بطل فيلم تايتانيك 2. يعني مش قوي كده، هم نقوني انا وعشرة كمان وهيصفوا ما بيننا. ايه يا جوني ده ونجحت وجو لسه هيصفصفوا ما بينكم. يا ابني ما تبقاش كئيب ومحبط، انت عارف في كام واحد من العالم قدم على المسابقه دي؟ زربيح. نقوا من الزربيح ده كله 10 وانا منهم، يبقى فرصتي ايه كبيره. بس تعرف في مشكلة. ايه؟ عايزيني احضر مشهدين واعملهم قدامهم. اه يعني هتسافر امريكا تعملهم وتيجي؟ اه ايه؟ وافرض ما نجحتش يبقى كده طخيت المشوار على الفاضي وجيت؟ ايه التخيط دي؟ ايه ما انا مش فاهمك بصراحة، يعني ايه المشكلة لما اروح واجي؟ احلق حاجة زي كده يعني؟ لا لا مش قصدي تحلق، بس يعني فهمهم ان انت مش في امريكا وان انت ممكن لو ينفع يعني ان انت تصور المشهدين هنا وتبعته لهم على الدي في ديز او ده اسمه فاتي بقى، انت بتركب في اي حاجه وتفتي وتقول اي هتخش في اي حوار تفتي وخلاص. بشوف لك حل يا جوني في ايه يعني؟ ده ناس بسيطه ده هوليوود بقول لك. وتايتانيك 2 يلا اطلع على فوق عشان عاوز اروق واخلص. يا جماعه انتوا بتحبطوني ليه يا جماعه؟ بقول لكم تايتانيك 2. بقول لك ايه يا سي جوني، انا عندي لي 3 ايام روحي في مناخيرها وما طيقاش نفسي وما لكساش لفت وعجل، هتقوم ولا او ماي جاد. هديه مبروك يا ست هديه، مبروك يا كبير. طمني يا دكتور عندي ايه؟ ايه يا كبير؟
تفتكر هقول لك مبروك المدام جالها الضغط؟ مبروك المدام حامل. انت بتتكلم صح صح؟ وانا بهزر معاك ولا ايه؟ مش وقت، خليك معايا. انا هكتب لها على شويه مقويات وفيتامينات، وخلي بالكم الحركه الزياده والعصبيه مش كويسين عشان الجنين. طب عدم المؤاخذه يا دكتور، سؤال صغير قدك ده. ايه؟ وانت بتكشف عليه لقيته واد ولا بنت؟ لقيته كومي، ما بيبانش دلوقتي لسه، بعدين في جهاز اسمه السونار هو اللي بيبين اللي كان ولد ولا بنت. قومي حضرتك، بقالك نص ساعه عم تكشف عليها بالسماعه. يعني انا لو سمعت صوت الجنين خشن يبقى ولد، ولو سمعته ناعم يبقى بنت. انا زهقت، الادويه دي تجيلها وانا هعدي عليها بعد اسبوعين، ولو حصل لها حاجه او ما حصل لهاش حاجه انا بحملك المسؤوليه كامله. السلام عليكم. غور، الله يعكنن عليك. الف مبروك يا بنت. مبروك عليك يا كبير. اخيرا وددت. مبروك يا ام الواد. ايش معنى يعني هيطلع واد؟ ما يمكن تبقى بنت. والله لو بنت وشبهك يبقى خير وبركه. بيني وبينك انا معوز يعمل حكايه الصنان اللي يقول عليها البشمهندس ده، كل اللي يجيبه ربنا كويس، المهم تقومين لي انت بالسلامه. يسلمك يا كبير. مين؟ انا جوني. تعال يا جوني، تعال قول لي. الف مبروك يا كبير، الف مبروك يا هديه. الله يبارك فيك يا جوني. اهدي، انت الحق تعرف ما فيش حاجه بتستخبى في البلد دي ولا ايه؟ لا، الدكتور اللي شكله مجرم ده هو ماشي حكالي على كل حاجه بجد، خبر بمليون يورو. طول عمري كان نفسي حد يقول لي يا انكل من قلبي، ريلي مبروك. الله يبارك فيك يا ود ابوي. ها فكرتوا في الاسامي؟ انا رايي لو ميل ذكر يعني تسموه تيستو، ولو بنت تسموها براكسا. طيستو ايه يا عم انت وبرخصه ايه؟ لو واد هسميه العتري عشان يبقى فيه مزيكا. اسمع كده، العتري الكبير الكبير قوي، شايف القفله؟ ولو بنت هسميها دام العز على اسم ستي الله يرحمها. لا يا اخويا، انا حسمي عيالي اسماء حديثه، يعني لو واد حسميه مهند عشان يطلع رومانسي، ولو بنت حسميها نانيس. سو ويرد، ربنا يكون في عون الاطفال دي. يا جماعه دول احباب الله، نص البلد اسمها نانيس. يعني ايه نانيس اصلا؟ انتوا مش عارفين يعني ايه بتقلدوا. خلاص هاتوا حاجه مبتكره، مفيش منها كتير. يعني عاوز اسميه صباخ يعني عشان يبقى مميز. رايحه فين يا بت؟ عشطانه، هقوم اشرب. يا بت انت بقره يا بت، مش الدكتور قال لك تقعد وما تتحركيش من السرير واصل؟ عاوزه اي حاجه قولي لي، انا اروح اجيبها لك وادي. عشطانه قولي لي، عايز اشرب مي، اروح اجيب لك مي. يا اخينا في حاجه؟ دي غرفة نوم، دي جاي تحلق. احلق ايه يا عم، انا بس متأثر الكلام تاتشي يعني كان. يلا يا حنيه، يلا يا حنيه، يلا يلا. والله وحتبقى دادي. او ماي جاد، او ماي جاد، ردوا عليا. مين دول اللي ردوا عليك؟ بتوع مسابقة التمثيل بتوع أمريكا، بعتوا لي ميل موافقين. لا يا راجل، شفت بقى مش قلت لك؟ قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ قالوا لي ممكن أبعت الدي في دي ماكسيموم شهرين. طب بيس جدا، شهرين ده وقت كافي قوي. إحنا عايزين نألف مشهدين بقى جامدين جدي، حاجة اللي بتبين الهيرو، عارف؟ عشان يتوهموا بيا قبل ما أروح. ممكن نعمل ده بتاع ماتريكس، عارف لما كان البطل جاي عليه الطلقة من اللي هو ده؟ بس هتعمله انت بحبل طبعا، هتشدني بحبل عشان موحش. وممكن التاني كمان بتاع سوبرمان لما خد حبيبته وطار بيها من فوق الروف وعمل وش الجان. اه ايه سوبرمان ايه وماتريكس ايه يا ابني؟ الناس دي عايزين مشاهد اوريجينال، يعني ما حدش شافها قبل كده. طب هنلحق امتى نألف مشهدين دلوقتي؟ سيب الموضوع ده عليا. سيب الموضوع ده عليا، يعني تنيل تعمل ايه يعني؟ هكتب المشهد وهخرجه لك. انت عارف ان انا من زمان عندي الملكه دي، احب القصص والتاليف والاخراج وال تصدق معاك حق، انت طول عمرك فتاي وراجل كذاب. طب مش بتصدقني؟ الحقيقه لا. يبقى سيب الموضوع ده عليا. برضو بقول لك انت بالنسبه لي فيك يعني مفقوس.
انا عارف انا عارف ده موضوع وده موضوع تاني خالص، انا فاهم كل حاجه، بس سيب الموضوع ده عليا يا ابني. قصدي انك مش متصدق. سيب الموضوع ده عليا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. والله ما انت جايبه، انا اروح اقلع لحالي. ما انا ما كنتش هقوم اصلا. ماشي ماشي يا ام العتره، ما هو اللي يلقى دلع وما يتدلعش. يا داي انت مولع سجاير؟ لا ما مولعش. انت شربت سجاير النهارده؟ ولا سجاره واحده. طب كنت قاعد مع مدخنين؟ ايوه عادي كنت قاعد مع مدخنين. لا مش عادي، انا مش طايق ريحه الدخان دي. اخفي الهدوم دي برا اخفيها. اها ادي الهدوم اها، وادي ريحه السجاير. ها روح يا ريحه. واه اقدر تقلب لنا ريحه الهدوم اللي في الدولاب. هذه العبايه، هذه العبايه. قولي لي عاد تقري ايه؟ ده كتاب جابهولي جوني اسمه الدليل الشامل لرعاية الأطفال والأحداث من فترة ما قبل الولادة حتى سنوات المراهقة. بيقول ايه الكتاب ده؟ بيقول ان الوحدة في أول الحمل بيبقى خلقها في مناخيرها، ولازم كل اللي حواليها يطوعوها ويسمعوا كلامها في أيوتها حاجة. ليه؟ عشان ما تتزربنش. وبيقول لك ان الوحدة ان تزربنت بيبقى خطر عليها وعلى البيبي. ربنا ما يجيبش زربنة. قولي لي صح، انت كلتي ولا ما كلتيش؟ لا ما كلتش. واه ينفع قده كل ده من غير ما تاكلي؟ قده البيبي يطلع لايح. والله ما قدر اكل يا كبير. لا لازم تاكلي. شوفي انت قولي لي نفسك في ايه وانا اجيبهولك ان شاء الله لو كان اي حاجه. اي حاجه اي حاجه اي حاجه. طيب انا عاوزه سوشي. جوني توماس انا بجد متوتر. لا جوني في ايه؟ فك يلا ريلاكس نفس. برو ايه بقى المشهد؟ على فكره انا استشفيت من لبس انه هطلع امين شرطه بوقف تريلات. اوستا اوقف رخص. لا 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 خالص. بص جوني انت علي يا ويكا، المواطن المصري الاصيل، ابن الجنايني المصري الاصيل. بص الكلام ده كله بيحصل قبل الثوره، بالرغم من فقرك وشعرك الا انك قدرت انك تدخل كليه الشرطه. المشهد ده بتقابل فيه حبيبتك اللي هي انجي بنت الاقطاعي، الراجل اللي هو الباشا الكبير. المشهد ده انت بتقول لها فيه انك بتحبها بالرغم من الفرق الاجتماعي اللي ما بينكم. دي حلوه، في دراما في الموضوع، يعني في 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 تحدي. بس تعرف في مشكله صغيره، حاسس انه مش اوريجينال، يعني سمعه قبل كده. شايفه؟ شفته فين يعني يا معلم؟ شفته شفته. يعني انت لما فتحت اللابتوب بتاعي؟ لا يبقى ما شفتوش يا معلم. انا لسه كاتبه امبارح. ممكن. طب بقول لك ايه؟ يا بعيدا عن اي حاجه، مين دي؟ دي قمر. لا مش بقول لك انت شايفها ازاي وايه ميولك، مين دي؟ دي الغزية بتاعت الموالد، قمر الزمان. دي قمر الزمان؟ يا امال غدر الزمان يبقى ازاي؟ طب ودي ايه اللي جابها هنا؟ يا معلم دي انجي اللي هي بنت الباشا بطلة المشهد. دي بنت بنت الباشا؟ دي بنت الباشا؟ المشاهد دي رايحة هوليوود. ما هي نور يا جوني، بس اعمل ايه؟ ما فيش واحدة رضيت تعمل الدور غير دي، انا اعمل ايه؟ المشهد رومانسي يعني لازم يتصدق. دي ازاي هيصدقوها؟ ازاي؟ بعدين تخيل سبيلبرج بيتفرج على المشهد، تخيل. يا معلم الناس دي مش عايزين يشوفوها، ما لهمش دعوه بيها خالص، عايزين يشوفوك انت، الفوكس عليك انت، مالكش دعوه. بص بقى انا هشيل كل ده في المونتاج. مونتاج هيعمل ايه؟ هيعمل يا نهار اسود جاي علينا. تكون سمعتني؟ عادي يعني ايه المشكله؟ بقول لك يا اخويا انت وهو، انا ما حدش اتفق معايا على المصلحه دي، كمان اول مره اشتغل موديلز. لوحدها موديلز. انا بقول لك اهو، انا هاخد في المصلحه دي 25 جنيه، ما ينقصوش مليم احمر، زي اللي باخدهم في المولد. رد رد على بنت الباشا، رد. اوكي يا قمر، بصي احنا هنديكي اللي انت عايزاه. طب اهرش. اهرش؟ اهرش مش عايز اهرش، اهرش ليه؟ ابي بالالمانيا يعني. كلميني عربي. طب عربي بليز. اللحاليح، الكتاكيت،
البرادس، الفلوس. ما تتنيلي قولي فلوس، اتنيلي قولي فلوس. خلاص 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 يا جوني خلاص. ايه 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 خلاص خلاص. معلش معلش يا جماعه. انت ايه يا ست الكل، انت جاهزه؟ ست الكل الهي تنسطر، اول مره حد يحترمني. طب معلش اتسطر. ها يا جماعه جاهزين؟ جاهزين. اوكي اكشن. انجي علي علي. هاي انجي، بجد ام سو سوري اني اتاخرت عليكي. عوقت ليه يا جدع وخشتني عليك؟ انا قاعده مستنيك النهارده من الفجر. طب ورحمه ابويا الله اعدمه يا رب، كل يوم بقعد استناك هنا في الجنينه. كت ايه يا جوني، في ايه؟ ساكت ليه؟ ايه مال؟ واحدة بلا فترة مش فتش البوي فريند بتاعها، بتقول له عوقت والجنينة، يرد البوي فريند؟ يرد؟ ايه يا ست الكل في ايه؟ ما بتقوليش الكلام المكتوب ليه؟ بقول لك ايه، الكلام بتاعكوا ده يا اخويا ملعبك، وبعدين انا ناصحة وواعية، عارفة انتوا عايزيني اقول ايه؟ انا هقول لكم اللي انتوا عايزيني اقوله بالوايم كده بالفهلوة والحداقة. ايه الصعب في النص؟ ايه الصعب؟ عايز افهم. اللي انت قلتيه ده متنيل اصعب 100 مره من المكتوب، وبعدين ما تتنيلي تقري المكتوب وخلاص. اقرا ايه ونيل ايه وانا بعرف اقرا؟ وبعدين يا حبيبي انا مش جايه مدرسه. بقول لك ايه، عاجبك عاجبك، مش عاجبك اديني حبيبي فلوسي وامشي، عندي اسبوع. طب خلاص خلاص معلش. جوني جوني مونتاج، كل ده مونتاج. اوكي يلا. اوكي جاهز؟ اه. طب يلا كل واحد من الاول بقى، من الاول. روح مكانك يا ست عمر. عمر ايه؟ عمر ايه؟ عمر بالستر. جاهزين؟ هنعمل تاني. ها ثانية واحدة. اوكي انا اكشن. انجي علي. هاي انجي، بجد ام سو سوري اني اتاخرت عليكي. انت عوقت ليه وخوشتني عليك؟ انا قاعده النهارده من الفجر جدع مستنياك، والاخويه اللي بيني وبينك انا كل يوم بستناك هنا في الجنينه. I'm so sorry يا حبيبتي، بقالي 3 ويكس ما خدتش اجازه، عندي امتحانات ميد ترم وما ذاكرتش حاجه. لا ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكرمك واشوفك لواه. بس مش عارفه لا علي كده، يعني انا ما كنتش مصدقه ان انا هبقى مدلوقه عليك وابقى عايزه اشوفك على طول. ايه يا جدع مالك منشي كده؟ الله اصغدني، هو انا ما وحشتكش ولا ايه؟ لا ما وحشتنيش يا انجي، ما وحشتنيش. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان بشوفك في كل حاجه. بشوفك في قرص الشمس، في قرص القمر، في قرص الفيتامين سي الفوار، بشوفك في فوم النسكافيه. اعترف لك بحاجه، لما بتوحشيني قوي بطلع الورده اللي اديتها لي زمان في عيد الشرطه اللي فات. يا لئيم، انت لسه محتفظ بيها؟ دي زمانها عفنت. بتقول لك عفنت يا عم، مشهد رومانسي بتقول لي فيه عفنت. مونتاج، كل ده مونتاج. مهما عفنت ومهما كمكمت هفضل محتفظ بيها. عارفه ليه؟ ليه؟ بتفكرني بيك باجمل عيد شرطه عدى عليا، وانت كمان لازم اديكي حاجه تفتكريني بيها. لا 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 بص، ما ينفعش، احنا لسه ما ارتبطناش النوج. خدي دي. يا لهوي، او ماي جاد، ام بليدنج النوج. الخباوه دي عليه، انت اتجننت في حالك يا ولا؟ خلاص النوج النوج خلاص، هو ده بس مجرد سكراتش بسيط. سكراتش ايه ونيلي تي؟ صبعك بيشلب دم. هو اكيد مش قصده يعمل كده. ايه يا شاطر، انا كنت قاصد، وده عشان يعلمك انك ما تهديش بهجات مش بتاعتك، ناس ما انتش من مقامهم. سيبك منه، الواد ده شكله بيهلفت، شكله مبرشم، انت ضارب حاجه ولا؟ خد القشارب ده اربط التعويره لحد ما اجيب لك الميكروكرول. الميكروكرول غوري هاتيه. تكنيله في غباوتك، تصدق واد علي انت غبي؟ تكنيله في اللي ربوك، خسفوخس عليك. وانت يا شاطر اوعاك تفكر انك البدله اللي انت لابسها دي ولا الشرايط الحمراء اللي انت معلقها هتخليك توعى لنفسك صح انك ظابط. لا فوق، الخلاجات ما هتغيرش اصل اللي لابسها يا ابن الجنيني. اه نو مان نو، الانسان مش بالشميز اللي عليه، نو no. الانسان بالديتيلز الحلوه اللي بيعملها.
انا ما عنديش وقت اقعد اضيعه معاك وارط. انا راجل مشغول، عندي ماتش كريكيت مهم في النادي. لكن قبل ما امشي احب احذرك تحذير اخير. تعويره المره دي جت في صوبعك، انما المره الجايه تعويره تبقى اكبر، لان الهدف هيبقى اسهل واكبر. كات هاي يا فزاع. فزاع ايه يا حيوان؟ ده مش الشوريل بتاعي، ده ممثل تاني فيه. وبعدين في جمله كلها حق، ايه 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 الهدف هيبقى اكبر؟ هتهزر هتهزر. بعدين اصل المشهد كله انا مش مقتنع بيه، ايه اللي بيحصل ده؟ انت متخيل الشريط زي ده لو وقع تحت ايد مخرج زي جيمس كاميرون؟ ايه 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 الرياكشن بتاعه؟ جوني انا قلت لك قبل كده ان كل الهري ده في المونتاج. يا ابني انت المهم عندي، يعني انا ببروزك. انت شكلك هتلبسني في حيطه، مش ممكن. جوني اهدى، في ايه؟ هتظبط. بقول لك يا اخويا، هي الليله الغبره بتاعتكم دي ما فيهاش طفح. اه معقوله يا اشلي؟ طب قولي لي يا ست الكل، عايز تاكلي ايه على البريك؟ هو حتتين سمين كده من اي مصمت وجنبهم حتتين طرش. غير ها؟ غير هدومك. ده ماله ده؟ عادي يا ست، السوشي اللي نفسك فيه. لفيت النجوع نادي على نادي عادي لي يومين لحد ما لقيته. ايه ده؟ هو ريحته عملاق ده ليه؟ ما طبيعي يا بت، هو مصنوع من ايه اساسا؟ ده مصنوع من عجينه الجيلي فيش، وده ملفوف بمصارين الاخطبوط الداخليه، وده معمول بمدعوق البحر. لا يا اخويا انا ما عاوزاش اكل من المصاريح ده. يعني ايه ما عاوزاش تاكلي من ايه؟ طالع عيني عشان اجيبه. يعني خساره فيها يا كبير؟ مش مسألة خسارة يا هدية، بس لازم تاكلي أي حاجة، اقدر عفش عليك وعلى البيبي. ايوه بس البتاع ده ريحته قلبت لي بطني، مش هقدر اكل منيه. معلش معلش، هو ريحته زفرة بس طعمه زين، شوفي. ها شفت؟ اديك ما استحملتش تحط دنشة في خشمك اها. ما يا هدية لازم تاكلي أي حاجة، أي حاجة، إن شاء الله لحسة ركفور. طب أقول لك أنا نفسي في إيه؟ ها ولا بلاش؟ ايه الهبل دي، ما تنطق يا ولية، طلعت عيني. أنا عاوزة ملوحة. ليه ملوحة؟ ليه ملوحة؟ الزوج يرحم يا شيخة. ونعمل إيه يا كبير؟ نفسي جبتني عليها. حاضر، ما أنا لازم أجيب لك، بدل ما الواد يطلع لي زعنوفة في. السلام عليكم. استنى شيل البتاع ده من هنا. أرش سكر وأدي الفزاعة على إنه بسبوسة. فيليب أوغوست، مالك فرنسا. قائد الجيوش الفرنسية. كارل دي مونفرا. آرثر. روبرت ديوك أوف لاندرز. ويليام برنس أوف سواب. هنري دو شامباين. روبرت ديوك أوف ليستر. حامل الدرع الذهبي من أليكسي الثاني إمبراطور بيزنطيا. أوه أوه ماي جاد. مش ممكن، تحفة. تجنن. هو ده اللي كنت عايزه. بس مش عارف، حاسس نفسي شبه الواد بتاع الكوتشينا. إيه الشخصية بالظبط؟ بص يا معلم، الشخصية بتاعتنا دي شخصية هي من وحي خيالي طبعا. بداعي الخاص يعني، وهي شخصية القائد المغوار عماد الدين الأليوبي. عماد الدين الأليوبي، أوكي. المشهد بتاعنا اللي بنعمله دلوقتي هو مشهد في ظل الظروف والحروب الصليبية. بيجي بقى القائد بتاعنا المغوار ده علشان يتفاوض مع الصليبيين والأمراء الصليبيين على الهدنة، على السلام، على شفته؟ بص اكيد شفته، شفته فيلم، شفته وانا قاعد في حته، شفته. لا يا معلم صدقني انا واثق. صدقني انت بيتهيألك. دي في دي حاجه، ده ابداع خاص يا جوني. في ايه؟ ميبي ميبي. طب بص، بعيدا عن الكلام ده، عايزك في موضوع تعالى. اه طب اتفضل. بص اسالني في اي حاجه انا معاك. يعني انا مش هسالك مين دول ولا انت جبتهم منين، انا هسالك سؤال واحد. تعالى يا حاج، مين ده؟ ده كبير فرسان المعبد. كبير دي بالمقام مش بالسن. تفضل يا حاج. هو اسف. تفضل يا حاج. تفضل يا حاج. وايه ده؟ مين ده؟ تعالى يا برنس. مين البرنس؟ ده كبير الخياله. ده هتصوره بيركب حصان ازاي؟ هتخرجها ازاي؟ قول لي. جرايه جوني، في ايه؟ احنا اتفقنا قبل كده ان الناس دول كلهم في المونتاج وانت التركيز عليك. بنصورهم ليه طيب؟ بنصورهم ليه لو هنشيلهم في المونتاج؟ جوني لو سمحت ما تتدخلش في شغلي، انا هنا المخرج وانا هنا الليدر. اوكي سير. انت جاهز؟ اه جاهز. لا مش جاهز. اتفضل روح كمل لبسك والبس الخوذة. اوكي. جاهزين يا جماعة؟ جاهزين يا باشا. قوم يا حاج. انت قاعد ليه؟ امسك سيفك. ترصوا بقى. ترصوا هنا. تعالوا تعالوا وراي. تعال يا حاج. ها جاهزين؟ اكشن.
مداش وبعت مرسال من ردلته بيستهزئ بينا المفضوح. رد الوحيد على سخط زي ده نحن نبعت له جدة المرسال بتاعه. ايه ده؟ ده هو اللي دايب ذات نفسه بانه دريء. حاجة عجيبة، ما يجيبش معاه رجالة تحرسه ولا ايه؟ مفكرنا افيان وبيستهزئ بينا. جود بوي. ريتشارد قلب الأسد، ملك إنكلترا وكبير مشجع مانشستر يونايتد. جومابيل فيليب أغسطس، أبقى ملك إيه؟ ملك فرنسا، ما أنا قلت جومابيل. فرشين يا جميلة الجميلات، أرملة وجاية في أي مصلحة. كوناردي دي مونفرات، ملك ألمانيا. ويلد. روبرت فروم أيرلندا. والحق؟ أريود أوف رندا. إكسكيوز مي، آخر حتة. اوف رياندا معانا معانا وربا وربا اوفر ديو حارس الدرع الزاد امبراطور بيدلتا قائد فرسان المعبد وحفظتها ازاي دي يا حق او ماي جاد اكشلي انا نسيت انا مين وير ا مينيت انا عماد عماد الدين خدام العرب شوف يا عم عماد لو عاوز تخلص موضوع الحرب اللي بيناتنا دي يبقى تسلم واحنا لينا شروط اكسكيوز مي ما سمعتكش كويس الأرض دي انتوا مالكوش فيها بلس لو عايز فعلا سلم اوكي بالنسبة لي قشطة موافق نعمل قعدة عرب وانتوا اتكلوا على الله بعد ما نتفق عليها وبتحركوا على الميل انت ما عاوز تسلم ليه؟ السلام بتاع ربنا نفهم من كده انك ناوي على الشر وعاوز تحاربني لا انت عندك مشكلة في الاستيعاب انت اللي بتقوله ده عكس اللي انا قلته خالص اقطع دراعي من هنا اهو ان كنتش بتستهزئ بينا دراعي يا ولية انت بتسخريهم ليه؟ ريتشارد انا بكلمك انت ما تدخلش الستات في الموضوع اكشلي الحرب مش ستايلي قوي يعني انا الوقت ده ممكن اضيعه في حاجات كتيره قوي مفيده اكتر بس لو انت عاوز الحرب سوات انت واعي اللي انت بتقوله ده يا ابن الحلال احنا ما احناش قلائل احنا هندشملك انت واللي معاك كلياتكم سو فاني يو نو وات هيتني انتم تحرقون زيت الزيتون وإذن فهي الحرب 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 هي الحرب دي ما فيهاش نسوان الحرب دي رشوة بتصور ايه بتصور ايه ايه يا جوني ده انت ايه اللي جايبك هنا دلوقتي المشهد لسه ما خلصش اتفضل خش المعركه ده مشهد ده سلطه بلدي بعدين انا البطل بتصورني من ظهري جوني انا المشهد اللي فات بتاع رد قلبي بتاع ايه ايوه بتاع عليا ويكا صورتك من وشك المشهد ده من ظهرك عشان يبقى فيه فرايتي جوني طب البتاع اللي انت بتعمله ده كله هتخلصه امتى احنا المفروض نسلم بكره بالليل اخر ميعاد انا بكره بالليل يا معلم هخلص المونتاج والمكساج والدوبلاج وقولي الاول انت امتى النتيجه بعد 6 شهور تقريبا اه اوكي ده لسه بدري جدا على فكره احنا في السيف سايد عايز اقول لك حاجه فزاع مقطعك في المشهد ده موت ثلاثة لغايه دلوقتي جوني الحق عشان مش هتلاقي حد تموته انا هموت فزاع نفسه يلا سلام عليكم وعليكم السلام الحمد لله على السلامه الله يسلمك جبت الحاجات كل حاجه طلبتيها جبتها الفراخ جبتها شمرت جبت الفروج يا شمرت والبط والحمام جبت كل الطير وديت الفزاع عم يدبح فيه وينظفه وجبت المغاث يا بنت جبت 10 كيلو جبت كل اللي طلبتيه مني ماشي بسم الله ما شاء الله فرحان قوي يعني عم تاكلي ما عارفين شو سدوكي واه ايه يا كبير هتبص لي في اللقمه ولا ايه يا بنت ما قصديش يا بنت بس يعني اللي يشوفك اول ما حبلتي كان نفسك طامه واكلك كيف اكل الزرزوره ما عايزاش تاكله خالص بس دلوق بسم الله ما شاء الله عم تحش كيف الجاموس هالعشار ابوكي ابوكي اللي زكيني العاكر خامس مره يتصل بي يسال على العنوان مع انه جهنه ولا 100 مره قبل كده معلش يا كبير استحمل حكم السن برضك ما انت عارف
هو من ساعة ما تعب آخر مرة بقي بينسى شوية. ينسى شوية؟ ده نعمة منيه على الآخر. يا حاج درديري، أنا مين إيه يا حاج درديري؟ أنت اللي متصل. أنا الكبير يا حاج، الكبير. جوز بنتك هدية يا حاج. أنا ما يا حاج أنا قايل لك العنوان يا دي 100 مرة قبل كده. أنت فين دلوقتي؟ آه هتلقى جامع، هتلقى جامع. تمام، بعد الجامع ده بحر، خليك ماشي طوالي تلقى شرق قطر، بعديها تلقى الترعة، امشي معاه تلقى الدوار. زين؟ وعليكم السلام، وعليكم السلام. ايه؟ أنا الكبير جيت بنتك يا حاج. تبين انه هبقى مرار طافح. وايه الاستفزاز ده؟ الساعة بقت 3 والنتيجة لسه ما نزلتش على السايت. ما هي مش تبقى 3 بالظبط، يعني هتتأخر ربع ساعة 10 دقايق كده. طب ليه؟ ليه يلعبوا بعصبنا؟ ليه؟ احنا 10 تنفار بس بينقوا منهم. جوني دول بيعملوا فيلم تيتانيك 2 وبيختاروا البطل بتاعه، مش بيعملوا سنوات الضياع. يعني انا قاعد متوتر ومحروق دمي وانت قاعد مفخد. تعالى مكان، تعالى مكان، انت توتر شويه، انا تعبت. تعالى مكان. حاجه استفزازيه. يا نهار اسود. ايه؟ ايه ست؟ لا اللابتوب هنن. يا اخي اتنيل، عملوا ريفرش. طب خلاص اوكي يا جوني، كالم داون. في ايه؟ يا نهار اسود. ايه؟ هي ناقصة، هي ناقصة. هات هات يا عم، انا غلطان اللي اديتهولك. او ماي جاد. ايه؟ ايه في ايه؟ درديري ترى على شمالك حلو قوي، خليك مكمل طوالي، هو الدوار اللي في وشك ده. ماشي، سلام عليكم. يا كبير، كنت عاوزك في موضوع كده. خير يا جوني؟ فاكر مسابقة التمثيل بتاعت أمريكا اللي قلت لك عليها؟ ايوه. المسابقة عدم المؤاخذة، الراجل ده مخبل. ايوه يا حاج درديري، عاوز ايه تاني؟ النمرة دي بترن عليك؟ أنا الكبير يا حاج. جوز بنتك! حلو قوي، لقيت تمثال؟ وقف عندي، هو ده الدوار. أيوة شايفة، شايفة، شايفك يا حبيبي، بتعمل لي باي باي، شايفة. يلا يلا يلا. ده ده. أنا من المغص يا أخوي، قول لي. Guess what؟ قبلوني في المسابقة، حبقى بطل تايتانيك 2! صح صح، ألف مبروك! الله يبارك فيك. هتسافر متى تصور الفيلم ده؟ بكرة بالليل. باه؟ يعني ما تحضرش الولادة ولا إيه؟ الدكتور قال إن هديه هتولد الأسبوع ده. طب أنت هترجع متى؟ ما هو ده اللي أنا كنت عايز أكلمك فيه. أنا مش هرجع تاني. أنت بتقول إيه؟ دقيقة واحدة، افتح الراديو المخبل ده واجيلك. السلام عليكم حجي درديري. والكبير قاعد هنيه؟